الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نجدد الترحيب بسكان مدينة تمارا في هذا المهرجان الخطابي التضامني مع شعبنا في فلسطين والمرابطين والمرابطات في الأقصى. ولنا الآن اتصال خاص مع السيدة عائشة المصلوحي من سكان القدس العتيقة بجوار الأقصى المبارك، مغربية في الأقصى من أفراد حارة المغاربة الذين بقوا بعد الاحتلال، ناشطة نسائية بالقدس الشريف، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمع العزيز، نبارك لكم بهذا العام الهجري الجديد من جوار الأقصى المبارك، من جوار حي المغاربة. أنتم يا أهل الرباط، أنتم معنا مرابطون منذ القدم، أنتم أيها المغاربة الشجعان، أحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذا المساء المبارك. أنقل لكم تحيات أخواتكم المرابطات حرائر الأقصى، أقدم لكم تحياتهم. نحييكم أنتم يا معشر الشباب، يا معشر النساء، يا أيها المغاربة الأحرار الشرفاء، أنتم أنتم الخلف الصالح. لقد كان سلفكم الصالح أجدادكم، لقد فتحوا بيت المقدس على زمان صلاح الدين، وها هي القدس تعود تحت الاحتلال. فهل أنتم إن شاء الله تكونون أوفياء كما كان أجدادكم أوفياء لهذه البلاد؟ لقد أتوا من المغرب العربي، من كافة الأقطار جاءوا من المغرب حتى أنقذوا بيت المقدس من الصليبيين، وها هو التاريخ يعيد نفسه. وننتظركم إن شاء الله عائدين فاتحين أحرار مباركين إن شاء الله. فأنتم نعم إن شاء الله الخلف لأولئك السلف الصالح المرابطون. لقد كانت حي المغاربة أقرب خط للمسجد الأقصى المبارك، أقرب نقطة للمسجد الأقصى المبارك. وأنا أخاطبكم الآن من منزلي، من غرفتي، وأنا أنظر إلى قبة المسجد الأقصى المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم جميعا القدوم إلى هذه البلاد فاتحين، منتصرين إن شاء الله، رافعين راية الإسلام، معززين إن شاء الله بالوحدة الإسلامية. نسأل الله لكم الثبات، ونسأل الله لكم أن تكونوا على خطى صلاح الدين، أن تكونوا على خطى صلاح الدين، وأن تكونوا موحدين على قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تقولوا أن تكونوا على كلمة حية على الجهاد. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من أمة تركت الجهاد إلا أذلها الله في عقر دارها. يجب أن تعودوا مجاهدين إن شاء الله، محررين للمسجد الأقصى ولمدينة القدس ولمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينتظركم، ينتظر خطواتكم وقبضاتكم الإيمانية وأصواتكم العالية إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله أن يجمعنا بكم في أقرب وقت وفي أحسن حال، والله سبحانه وتعالى قد أذن بالفرج القريب. نسأل الله أن يوحد كلمة الأمة العربية والإسلامية، وأن يجمع صفهم، وأن يرسل فيهم قائدا صالحا مسلما مؤمنا مباركا يجمع صفهم ويوحد كلمتهم، وتكونوا أنتم على طلائع هذه الأمة إن شاء الله كما كان سلفكم الصالح أيها المجاهدون. عندما سئل صلاح الدين الأيوبي: لماذا أعطيت المغاربة هذا الجوار؟ قال لهم: إنهم أصحاب الصغور، وإنهم أمناء على المسجد الأقصى. نعم، لقد حملكم أمانة، أنتم الأمناء على تحرير المسجد الأقصى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم وأن ينصركم وأن يأخذ بأيديكم لما يحبه ويرضى لكم وعنكم. وأنا أختكم مشتاقة لكم جدا جدا جدا، وأرسل لكم تحياتنا من هنا،
من أرض الرباط إليكم أيها الأحرار الشرفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.